هل الكبائر يكفرها الحج؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ظاهر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج فلم يرفث ولا مسق رجع كيوم ولدته أمه، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أن الحج المبرور يكفر الكبائر. ويؤيد هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فإن تكفير العمرة إلى العمرة لما بينهما مشروط باجتناب الكبائر. ولكن يبقى النظر، هل يتيقن الإنسان أن حجه كان مبرورا؟ هذا أمر صعب، لأن الحج المبرور ما كان مبرورا في القصد والعمل، أما في القصد فأن يكون قصده بحجه التقرب إلى الله تعالى والتعبد له بأداء المناسك نية خالصة لا يصوبها رياء ولا سمعة ولا حاجة من حوائج الدنيا، إلا ما رخص فيه في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وكذلك المبرور في العمل، أن يكون العمل متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أداء المناسك، مجتنبا فيه ما يحرم على المحرم بخصوصه وما يحرم على عامة الناس. وهذا أمر صعب لا سيما في عصرنا هذا، فإنه لا يكاد يسلم الحج من تقصير وتفريط أو إفراط ومجاوزة أو عمل سيء أو نقص في الإخلاص. وعلى هذا فلا ينبغي الإنسان أن يعتمد على الحج ثم يذهب يفعل الكبائر ويقول الكبائر يكفرها الحج، بل عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من فعل الكبائر وأن يقلع عنها ولا يعود، ويكون الحج نافلة أي زيادة خير في أعمال الصالحة. ومن الكبائر ما يكون لبعض الناس بهم، بل لكثير من الناس، من الغيبة، وهي أن يذكر أخاه الإنسان غائبا بما يكره، فإن الغيبة من كبائر الذنوب كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وقد صورها الله عز وجل بأبشع صورة، فقال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ومن المعلوم أن الإنسان لا يحب أن يأكل لحم أخيه لا حيا ولا ميتا، وكراهته لأكل لحمه ميتا أشد، فكيف يرضى أن يأكل لحم أخيه بغيبته في حال غيبته؟ والغيبة من كبائر الذنوب مطلقة، وتتراعد إثما وعقوبة كلما ترتب عليها سوء أكثر، فغيبة القريب ليست كغيبة البعيد، لأن غيبة القريب غيبة وقطع رحم، وغيبة الجار ليست كغيبة بعيد الدار، لأن غيبة الجار منافية لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ووقوع في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، فإن غيبة الجار من البوائق. وغيبة العلماء ليست كغيبة عامة الناس، لأن العلماء لهم من الفضل والتقدير والاحترام ما يليق بحالهم، ولأن غيبة العلماء تؤدي إلى احتقارهم وسقوطهم من أعين الناس، وبالتالي إلى احتقار ما يقولون من شريعة الله وعدم اعتبارها، وحينئذ تضيع الشريعة بسبب غيبة العلماء، ويلجأ الناس إلى جهال يفتون بغيب علم. وكذلك غيبة الأمراء ولاة الأمور الذين جعل الله لهم الولاة على الخلق، فإن غيبتهم تتضاعف، لأن غيبتهم توجب احتقارهم عند الناس وسقوط خيبتهم، وإذا سقطت خيبة السلطان فسدت البلدان وحلت الفوضى والفتن والشر والفساد. ولو كان هذا الذي اقتابوا ولاة الأمور بقصد الإصلاح، فإنما يفسد أكثر مما يصلح، وما يترتب على غيبته لولاة الأمور أعظم من ذنب ارتكبوه، لأنه كلما هان شأن السلطان في قلوب الناس تمردوا عليه ولم يعبأوا بمخالفته ولا بمنابذته، وهذا بلا شك ليس إصلاحا بل هو إفساد، وزعزعة للأمن ونشر للفوضى. والواجب مناصحة ولاة الأمور من العلماء والأمراء على وجه تزول به المفسدة وتحل فيه المصلحة، بأن يكون سرا وبأدب واحترام، لأن هذا أدعى للقبول وأقرب إلى الرجوع عن التمادي في الباطل، وربما يكون الحق فيما انتقده عليه المنتقد، لأنه بالمناقشة يتبين الأمر. وكم من عالم اغتيب وذكر بما يكره، فإذا نوقش هذا العالم تبين أنه لم يقل ما نسب إليه، وأن ما نسب إليه كذب باطل يقصد به التشنيف والتشويش والحسد. وربما يكون ما نسب إليه حق، وربما يكون ما نسب إليه حقا، ولكن له وجهة نظر تخفى على كثير من الناس، فإذا نوقش وبين وجهة نظره ارتفع المحظور. أما كون الإنسان
بمجرد ما يتعل له عن ولي الأمر من أمير أو عالم يذهب فيشير السوء ويخفي الصالح فهذا ليس من العدل وليس من العقل وهو ظلم واضح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، يعني لا يحملكم بغضهم على ترك العدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا جميعا أسباب الشر والفساد، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعلنا من المتحابين فيه، المتعاونين على البر والتقوى، إنه على كل شيء قدير. اللهم آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.